أول طريقة النوم الكافي وسبب أساسي في تقوية الذاكرة. تاني طريقة تحسين نوع أكلك. كمان شرب المية ليه تأثير كبير على جسمك وعقلك. تالت طريقة الرياضة والحركة بشكل عام بتأثر على أداء دماغك وبتساعد على زيادة ضخ الدم في كل أنحاء جسمك. رابع طريقة تكوين الصداقات والتواصل المستمر مع الناس حواليك، لأن التواصل مع الناس بيساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة بالاكتئاب أو الضغط العصبي. خامس طريقة نظم وقتك وعملك. دايماً هتنسى لو كانت حياتك وأوراقك وشغلك مش مترتب وفي حالة فوضى دايماً. سادس طريقة ساعد ذهنك يكون نشط عن طريق ألعاب الذكاء زي الشطرنج أو الكلمات المتقطعة. سابع طريقة مهم جداً تتعلم مهارة جديدة أو لغة جديدة، ومن الحاجات الجميلة جداً اللي بحب أعملها القراءة، قراءة المقالات أو الكتب الطويلة. حاول تكون فضولي، لما يخطر على بالك سؤال في أي حاجة عايز تعرفها ابحث وحاول توصل لإجابة تقنعك.